سجلت مملكه البحرين في اخر احصائيه لها الحالات اليوميه لفيروس كورونا ارتفاعا طفيفا. حيث اعلنت وزاره الصحه تسجيل 1016 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 9147 حاله منها 22 حاله تتلقى العلاج في المستشفى. وست حالات في وحدة العناية القصوى هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافية 1310 حالات إضافية